مفاهيم كلها تغيرت، لأن انتصارات أكتوبر غيرت مفاهيم كثيرة في القتال والاستراتيجيات العسكرية في العالم، كما أنها تعد أيضا علامة فارقة في تاريخ المنطقة العربية والشرق الأوسط لما تضمنته من دروس استراتيجية كثيرة. النصر العظيم الذي حققته القوات المسلحة استند إلى عدة عوامل، لعل أبرزها التخطيط الجيد، خاصة في مرحلة ما بعد يونيو 1967، والتي استطاعت من خلاله تخطي جميع التحديات السابقة للحرب. لم يكن الانتصار العظيم في حرب أكتوبر المجيدة وليد المصادفة، بل سبقته تضحيات وبطولات أنارت الطريق للنصر الكبير. فقبل اندلاع شرارة الحرب بست سنوات، شهدت جبهة القتال معارك شرسة أربكت القيادة العسكرية الإسرائيلية، وجاءت نتائجها صادمة لها. بطولات وانتصارات كبيرة حققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، من خلال معارك قوية خاضوها خلف خطوط العدو، ومن بينها معركة رأس العش، القرية الصغيرة الواقعة جنوب بورسعيد، حيث تمكنت مجموعة من ضباط وجنود الصاعقة من صد هجوم العدو المدرع بسرية دبابات. معركة رأس العش أسهمت في استعادة الروح المعنوية العالية للقوات المسلحة، مما دفع رجال القوات البحرية لشن المزيد من الهجمات التي تحققت من خلالها بطولات للعسكرية المصرية، ومنها تدمير المدمرة إيلات يوم 21 من شهر أكتوبر من عام 1967، وهو اليوم الذي اتخذته القوات البحرية عيداً لها. كذلك نفذت القوات الجوية المصرية طلعات هجومية ضد القوات الإسرائيلية في سيناء، أحدثت فيها خسائر فادحة وأدت إلى فرار بعض الجنود الإسرائيليين من مواقعهم، وهو ما أدى إلى زيادة الثقة لدى المقاتلين في قواتهم الجوية بعد هذه العملية الناجحة. المدفعية المصرية من جانبها ركزت كل إمكانياتها في قطاع شرق الإسماعيلية في 20 من سبتمبر عام 1967، وتمكنت من تدمير وإصابة عدد من الدبابات الإسرائيلية. بطولات قواتنا المسلحة شملت أيضاً ما يعرف بمعركة التبة المسحورة، حيث تمكن رجال الصاعقة من تحقيق ضربة نالت من عمق العدو الإسرائيلي بعبور قناة السويس والإغارة على إحدى النقاط القوية. أما ليلة 8 و9 من نوفمبر من عام 1969، فكانتا شاهدتين على عملية قصف تجمعات إدارية إسرائيلية في منطقة رمانة، وقصف موقع صواريخ هوك في منطقة بالوزة بواسطة المدمرتين الناصر ودمياط. كذلك تمكنت قوات الدفاع الجوي خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو عام 1970 من إسقاط العديد من الطائرات طراز فانتوم وسكاي هوك، وأسر العديد من الطيارين الإسرائيليين، وكانت هذه أول مرة تسقط فيها طائرة فانتوم. وتوالت بعد هذا انتصارات رجال الدفاع الجوي المصري. هي إذن بطولات كتبت بحروف من نور في سجلات العسكرية المصرية، سطر خلالها أبطال مصر ملاحم أعادت بث روح الطمأنينة لدى جموع الشعب بالقدرة على تحرير الأرض، وهو ما تحقق خلال انتصارات أكتوبر العظيمة، لتتحقق مقولة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.